تماثيل تخطف الأنظار نحتتها أنامل 100 فنان عالمي تستضيفها الهند في مهرجان دولي لفن الرمال، حيث تدفق مئات السكان والسياح على شاطئ تشاندرابهاجا للاستمتاع بروعة الأعمال الفنية المشكلة من حبات الرمال في مدينة أوديشا الثرية بتقاليدها. جاء الفنانون من دول مختلفة من بينها الدنمارك والولايات المتحدة وأيرلندا وروسيا للمشاركة في المهرجان. تنافس المشاركون في استعراض مهاراتهم في تطويع حبات الرمال لتشكيل أعمال فنية تحمل أفكاراً مختلفة. ويتزامن الحدث مع مهرجان كونارك الثقافي الذي يحتفي بثقافة أوديشا الثرية وتقاليدها من خلال عروض راقصة نابضة بالألوان أمام معبد كونارك الشهير.